هذا وأكد عدد من المشاركين في المؤتمر على أهمية انعقاد المؤتمر وإشراك المواطنين في صياغة توصيات تتم دراستها وتحويلها إلى صياغات قانونية. كما أشار الحضور إلى أهمية محتواه المؤتمر من أوراق عمل متميزة وورش عمل هامة وقيمة انعكست في محتواها على تعزيز الشراكة الوطنية والالتزام بالمسؤولية الوطنية في صياغة رؤى وأفكار تساهم في تحقق النهضة والتقدم للوطن وتعمل على تعزيز وتقوية منظومة التشريعات الوطنية. أهمية تنظيم هذا المؤتمر لفتح باب الشراكة المجتمعية وتلبية الحاجات وملائمتها من خلال عرضها على أعضاء السادة الأعضاء مجلس الشورى وبيان الآليات التي يقوم بها مجلس الشورى في صياغة هذه المقترحات مرورا بمشروع بالقوانين حتى تصل إلى غاية تلبية طموحات المجتمع. كل مداخلة في للمشاركين في الورش راح تؤخذ بعين الاعتبار، وبالتالي إن شاء الله نخرج بتوصيات، وهذه التوصيات ستكون إن شاء الله خارطة الطريق لعملنا التشريعي، بحيث أن احنا إذا نعدل على القوانين النافذة أو نسن قوانين جديدة ومقترحات. مجلس الشورى يعقد المؤتمر على مستوى الوطن العربي لكي يعزز ما قام به من جهود في هذه الفترة، في فترة المشروع الإصلاحي لإجراءات الملك، ومن خلال هذه السلطة التشريعية استطعنا أيضا احنا من مجلس النواب أن نحمي مكتسبات المواطنين ونحافظ على مكتسباتهم، وهذه طبعا كلها بدعم من جلالة الملك حفظ الله ورعاه ودعم إلى السلطة التشريعية بشكل عام في مملكة البحرين. أكدت التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين عبر السنوات الماضية أن الديمقراطية لا تعني فقط وجود سلطة تشريعية مكونة من مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشورى، وأن مهمتها فقط تقتصر في إصدار التشريعات، وإنما تعدى هذا الأمر إلى إشراك فئات المجتمع في سلطة اتخاذ القرار، والأهم من ذلك وجود المواطن على وضع المواطن في الصورة في مجال اتخاذ أو إصدار القوانين. والدليل على ذلك هذا المؤتمر الذي تم تنظيمه من قبل مجلس الشورى، وجاء هذا المؤتمر أيضا لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية بين السلطة التشريعية وفئات المجتمع والأهم من ذلك المواطن البحريني. الأعمال المؤتمر انطلقت بأربع متحدثين اللي ذكرتهم، ومن ثم تبدأ أعمال الورش. الورش سبع ورش على مدى اليومين تتكلم عن التعليم، التوازن بين الجنسين، الميزانية العامة، الصحة. شاركت في مؤتمر الشورى خصيصا ورشة الميزانية العامة ووايد استفدت صراحة. قدرت أربط الشيء اللي قاله الدكتور باللي خذناه في المقررات الدراسية، والصراحة يعني الورشة كانت وايد حلوة ووايد استفدنا، وبعد قدرنا ان احنا نسأل وفي نفس الوقت يجاوب علينا. هاي المؤتمر كان وايد روعة وايد مهم، وخاصة حق المحامين المبتدئين طبعا اللي يحبون يعرفون اكثر في المجال التشريعي، واستفدنا وايد اشياء منه، واستفدنا اكثر من خبرات الناس الضيوف اللي جايين من برا.